بين طرف المكتب شركة فوسفات ضد جائحة كورونا كوفيد 19 يسعى إلى توفير عدة وسائل من ضمنها توفير مواد تنظيف وتعقيم ولبوك موديلات وكذلك يسعى أيضا بشراكة مع سكور إلى توفير ماسك بي جي آر ميديكال الذي يتكون من جزئين الجزء العلوي والجزء الأمامي كما كنلاحظوا هنايا سيتم تركيبه أمامكم الآن. سيدي عبد المؤمن الرقاص بارتيسيبون ارت سكول ديال 2018. المشروع اللي خدامين عليه هما لي ماسك ديال بروتيكسيون اللي كان فريق العمل ديالو هما لي جوان ديال ارت سكول في الخليج وباريس. الدراري ديال التصوير سليم شرف باترون اي الناس الاخرين هما اللي ديرو سيتي والمراحل اللي بدينا بها باش نخدموا بها ودرنا ديسان باش نتفقوا عليه حنا كاملين درنا واحد ديسان اونسومبل فيه الاي بي اس ديال فوركس غيكون على الشكل اللي كتشوفوا وفيه الورقه ترونسبارون وحاولنا نحاولوا داك الديسان اللي درنا عليه في ورقه وسيلو حاولنا ندخلوا للاليستراتور باش نخدموا ديزاين اولي وكيف كتشوفوا هنايا هذا هو الديزاين اللي كنا هنايا درنا طوابي ومن تما حولناه للماط هنا اللوجيس انا اخر اوليسيا اللي هو لي مع الماشين في الجامازير ودخلنا هنايا وحاولنا نقطعوا داك الماتيريو ديال الفوركس قطعنا فورما اكا وكيف كتشوفوا هنايا شوفوا شي نموذج من هنا نبداو الفكرة جات من الناس ديال سيتي قال لك بغاو يديروا دي ماسك بروتيجي على قبل داك المذاب اللي ينتشر يقدر يتوشيك في الوجه في العين في هاد ليسباس ديال الوجه وفكرنا في ان ديزاين هما داروا واحد ديزاين اللي هو سامبل ولكن فيه كثير ديال المونتاج فكرنا يكون واحد ديزاين اللي هو سامبل
ودغيا يكون فيه مونتاج وديمونتاج اللي يكون تري سامبل. داكشي علاش فكرنا في الديكو بلازير، حيت عندنا ماشين في ارت سكول في صوفيا، عندنا الماشين اللي تقدر تديكوبي لينا بزاف ديال لي بيس. داكشي علاش فكرنا نديرو واحد ديسان 3 دي ديال هاد كيف كتشوفو هاد البرودوي هذا. وفاش من جينا اتفقنا على الماتيار، شفنا شنو هي الماتيار اللي متوافرة، لقينا الفوركس هو اللي متواجد، والترونسبارون كاين بوفرة. داكشي علاش فكرنا نديرو واحد ديسان صغير ويكون كونفورتابل لكاع الاشخاص اللي راسك.